اسمع شوية دوشة عشان قصي اللاعب معاك. دك 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 is yours, man. من فرقة الوحدة العربية نقدم لكم let's go. قبله العظيم Great Sphinx الكابتن العربي MC Amin الأسطورة قصي دار ليجند آخر رسالة بعد حدود الكارثة تبدي في عام 2000 لسه فايق من غيوبة لقيت الدنيا مقلوبة لكن عقوبة من حد سوى لما تنهار أنبوبة وفجأة سمعت صوت أمين وفتحت عيوني لقيت الدنيا غير الدنيا مهموني هشام أنت بخير إيش اللي صار انفجار دموع نار نزل من السما بتسبب العمى يا لطيف أنت شوف كل شيء ربما شفت كل حاجة بس حلم ولا علم أنا فين أنت دلوقتي بتكلم أصبر علي أنت هو بلاش كلام كبير إحنا لسه غني ولا بنحلم من الوضع حرب وجرب يا عرب ما جرب هو الإنسان الحالي هو الإنسان الآلي وسيلة المتداولة هي الرشاش الآلي فقدان اتزان تام أنا أول فك اللي جام وقت الكلام فات الآن إلى الأمام الهم وجهل عن قلوب وخطايا كل اللي عارفهم راحوا بس وحده ربي معانا فلما فتحت عليا فهمت أنا الحكاية مش هقول كفاية غير لما أوصل يا بيبالنا شوف وصلنا نفسنا لفين زاد ودمار وظلم وحسد وعين شوف وصلنا نفسنا لفين طمع وجشع وكذب وسرقة ودين لو كملنا كده هتبقى دي الأوضاع لو كملنا كده لو لابس القناع لو كملنا كده الحق كله ضاع لو كملنا كده لازم نجيبه بالدلع واحد وعشرين اتناشر 2012 آخر يوم النتيجة والبشر انتظر المصيبة حالة كئيبة بإياب إياب بتغير الأحداث غريبة الناس لأن الوش واصل والشر وصل وحصل وفصل قدر قدر طاب وحصل قسموا لنا دينا بيحقنوا الأجنة سنة سنة جابوا الناس سنة دينا عرب لأن نفس مرة تنتطور وتقرب السور والعصور علينا الدور من كتر المعازيم الجهنم بتفور بانتظار نقص الظهور صعب الدار المذكور موجود القادم في المقال بس خلاص ضاع المراد ومن لغة الدار هتفهم معنى الانتقام تركنا ماضينا وهمنا الحاضر أضاع المستقبل بداية النهاية شوف وصلنا نفسنا لفين فساد ودمار وظلم وحسد وعين شوف وصلنا نفسنا لفين طمع وجشع وكذب وسرقة ودين لو كملنا كده هتبقى دي الأوضاع لو كملنا كده لو لابس البناء لو كملنا كده الحق كله ضاع لو كملنا كده سنجيبه بأبي بارنا شوف وصلنا نفسنا لفين معانا شوف وصلنا نفسنا لفين is in the building. Make some noise. Building. طب بعد اذنكم اللي مبسوط يعمل شوية دوشة. بعد اذنكم اللي مبسوط. أيوة. طيب. اللي مبسوط قوي 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 يعمل دوشة أكتر بكتير. That's what I like to hear. Yeah. What's next?